ولا لاخويانا اللي موجودين معه في البرنامج وحتى الناس اللي يتابعون. لذلك حكايتنا شارفت على انتهائها، ما بقى لها الا هاليوم. الحمد لله رب العالمين، ان رب العالمين انعم علينا وانعم على اخوتنا بالمحبه والتقدير وكل شيء طيب. والحمد لله ان انتهينا من هذا البرنامج بالشيء اللي كنا نبيه. كنا رجال اللي موجودين في هالبرنامج مفصلين تفصيل في سبيل انهم يجون ويقدمون كل طيب عندهم ويطلعوا من هالبرنامج. وعسى الله لا يفرق جمعنا ولا يفرق شملنا ويجعلنا دائما على العز والطاعه يا رب العالمين. والحمد لله اني كنت اخو صغير ما بيننا وبينكم. الله يجزاكم خير.